أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة من برنامج ترند. الحقيقة خلال الفترة الأخيرة انتشر العديد من المصطلحات اللي استحدثت مؤخرا واللي بدأ يبقى فيه ظبط عليها بشكل كبير جدا من الدولة. ويمكن احنا شفنا القيادة السياسية في الفترة الأخيرة تهتم بخطة الإصلاح الاقتصادي. شفنا العديد من المؤتمرات التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي تهتم في المقام الأول بجوانب الإصلاح الاقتصادي. يمكن كان أحد الكونسبت اللي بيهتم بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا في سنة 2019 مصطلح الشمول المالي. فخلال حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الكونسبت ده وهنعرف يعني ايه الشمول المالي، يعني ازاي الشمول المالي بيساهم في الاصلاح الاقتصادي وفي نمو المشروعات الصغيرة. ده اللي احنا هنتعرف عليه خلال حلقتنا النهاردة. بس قبل ما ابتدي الحلقة خليني ارحب بزميلتي الينا. اهلا وسهلا يا الينا. برحب بك يا استاذ عبد الرحمن، وبرحب بالسادة الضيوف، وبرحب بالمشاهدين. طبعا وحشتونا جدا جدا، غبنا عليكم غيبة طويلة شوية ولكن رجعنا تاني الحمد لله. قبل ما نتطرق لموضوع حلقتنا النهاردة عن الشمول المالي، بصراحة أسعار الذهب بقت في تزايد مستمر الفترة الأخيرة لغاية ما وصل ل 2074 دولار للأونصة. ده اللي هيكلمنا فيه الدكتور المستشار المالي والخبير الاقتصادي دكتور محمد عبد الوهاب. أسعار الذهب ليه عليت كده وليه مستمرة في التزايد؟ وجهة نظر حضرتك إيه في الموضوع ده يا دكتور؟ برحب بحضرتك الأول. أهلا وسهلا بيك أستاذة لنا. أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. إحنا كلنا عارفين إن الذهب أحد الملاذات الآمنة، يعتبر هو الملاذ الآمن، والذهب بطبيعته عنصر نادر الوجود. في الفترة الأخيرة كان متوقع من 2018 إن العالم كله متجه لمرحلة ركود اقتصادي. فكان الذهب هو ملاذ المستثمرين لتخطي المرحله دي. جاء في نهايه 2019 فيروس كورونا اللي اصاب العالم، عمل يعني عجل شويه بقصه الركود الاقتصادي. المستثمرين لقوا ان الملاذ الامن ليهم او امن حاجه يحطوا فيها فلوسهم يتخطوا بيها النقطه بتاعه التضخم وتاكل رؤوس اموالهم هي الذهب. فبدا يرتفع الذهب. احنا لو جينا نبص على مشتريات البنوك المركزيه في الربع الاخير من 2019 هنلاقيها 107 طن، في حين انها في الربع الاول في 2020 148 طن، تقريبا زياده 38%. النصف الاول من 2020 مشتريات البنوك المركزيه 251 طن. فده بيورينا ازاي الذهب بيرتفع الارتفاع الشديد ده. كمان المستثمرين المحافظه الاستثماريه حصل فيها زياده كبيره في مشتريات الذهب في الفتره اللي فاتت، وصلت حسب مجلس الذهب العالمي 291 طن. فالذهب هو ملاذ امن. التوقعات الناس كلها بتتوقع الذهب، يعني عندنا جولدمان ساكس بتوقع ان الذهب هينهي 2021 عند 2300 دولار. لو جينا نبص عند سيتي بانك بتوقع ان الذهب هينتهي في 2021 عند 2000 دولار. الدوتشي بانك بتوقع ان الذهب هيوصل ل 2000 دولار. في توقع كبير ان الذهب هيستمر في الصعود بتاعه طالما حاله عدم اليقين وعدم التاكد في الاقتصاد مستمره. يعني النسبه الاعلى في التاكد ان هو يبقى في استمرار، يعني يطلع اكتر في استمرار، في استمراريه طالما في صعود مستمر، طالما في مرحله عدم يقين، اليقين اللي موجوده في العالم دلوقتي، مرحله عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. احنا شايفين دلوقتي الانتخابات الامريكيه تقريبا 3 نوفمبر هيتوقف عليها حاجات كتيره جدا بعد كده. لو ترامب رجع تاني، هل الحرب بينه والتجاريه الموجوده بينه وبين الصين هتستمر؟ فده هيأثر على صعود الذهب. فيروس كورونا، يعني حتى اللحظة اللي احنا فيها ديت ما فيش علاج مؤكد لفيروس كورونا، ويقال ان هناك موجة ثانية. ان في موجة تانية، فطالما في موجة تانية ففي مخاطرة، فهيلجأ الناس للملاذات الأمنة. صحيح. هيرجع الذهب. هنرجع تاني في استمرار التزايد. يعني خلينا نقول ان في حراك اقتصادي غير مسبوق خلال سنة 2020 في العديد من الامور. يمكن طيب احنا شفنا الدولة المصرية مؤخرا بتهتم بجزئية الشمول المالي، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ده محور او كان كونسبت مهم في 2019 في احد المؤتمرات التي اقيمت. عايزين نشرح كده للناس البسيطة اللي بتشوفنا ايه هو اصلا الشمول المالي. حضرتك الشمول المالي مصطلح بدأ يظهر على الساحة سنة 1990، ظهر نتيجة في المملكة اول ما ظهر في المملكة المتحدة نتيجة غلق فرع لأحد البنوك في غرب المملكة. فالناس هناك تساءلت، احنا كده هيتم تهميتنا ماليا، يعني لما الفرع ده اتقفل احنا هنقضي او هنصرف ماليا، هنصرف فلوسنا منين؟ فده كان بداية ظهور الشمول المالي.
وبعد كده عشان كده نلاقي ان المملكة المتحدة هي اكتر دولة في العالم مطبق فيها نظام الشمول المالي. بدأ الموضوع ياخد شكل ما بريتم بطيء شوية لحد سنة 2003 لما جاء الامين العام كوفي عنان السابق للامم المتحدة في لقاء جماعة العامة للامم المتحدة وقال ان في الفقراء في العالم مهمشين ماليا وبنناشد المؤسسات المالية على مستوى العالم انها تشمل الناس ديت وتبدأ تلبي لهم احتياجاتهم وتقدم لهم خدمات بتكلفة اقل. فالشمول المالي عرفوا البنك الدولي قال ان هو نسبة عدد السكان اللي لها حسابات في المصارف او في البنوك على عدد سكان الاقليم. لكن الشمول المالي ايه الهدف منه او ايه التعريف المبسط ليه؟ ان هو يعني شمول من شمل او عناية ان هو عاوزين يشملوا جميع فئات المجتمع بكل درجاتها وخصوصا الفئات المهمشة او الفقيرة او محدود الدخل والنساء والشباب تحت مظلة النظام المالي. ده معنى مبسط جدا للشمول المالي. تمام يا دكتور، ازاي نقدر نطبق بقى الشمول المالي على الطبقات المتوسطة اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي منها الشباب والنساء طبعا والطبقات المتوسطة من الشعب؟ هو احنا هنا الاول لازم نسأل نفسنا هو ليه الدولة بتسعى ورا تطبيق الشمول المالي؟ احنا لو جينا شفنا رؤية الدولة المصرية 2030 ان هو ما بيبقاش فيه تعامل نقدي، ان بيبقى لا نقد موجود في رقمنة، كله بيتعامل عن طريق التكنولوجيا، كله دلوقتي التكنولوجيا راح للرقمنة. ده هيأدي هيساعد جدا الدولة المصرية في التنمية المستدامة. الشمول المالي بيساعد الاول الدولة ان احنا عارفين ان احنا عندنا النظام الموازي او الاقتصاد الموازي او السوق الموازي. ده بيمثل تقريبا 60% من حجم السوق حسب لجنه الضرائب في اتحاد الصناعات في اخر تقرير صدر في 2018. احنا تقريبا بنتكلم في 4 تريليون جنيه. تخيل حضرتك الرقم ده لو دخل الموازنه العامه للدوله هيعمل ايه؟ العجز اكيد طبعا اللي احنا اللي تعبنا وعمالين ناخد قروض ونسد العجز ده. الحصيله الضريبيه تقريبا 1.4 تريليون جنيه لو دخلت هيعمل ايه في الصحه؟ هيعمل ايه في تطوير التعليم؟ فالحاجات دي كلها هتنعكس على المواطن. بالنسبه لمحدود الدخل، الاول لازم نكسر الحاجز النفسي ما بين الناس اللي احنا بنستهدفهم دولت وما بين البنوك، لان دايما في قاعده سايده بين الناس ان البنوك للاغنياء فقط. في رغبه بين التعامل بينهم وبين البنوك عموما. بالظبط، يعني دايما بيقال انا اروح البنك ليه؟ انا راجل فقير اروح البنك اعمل ايه؟ انا معايا حصيلته كلها 10,000 جنيه، هروح اعمل بيهم ايه في البنك؟ فالاول لازم نعمل اعاده تثقيف مالي للناس. اعاده تهيئه الناس نفسيا. بالظبط، او الغاء فكره ان البنك بالنسبه للطبقه دي يعني قرض بس. صحيح. في ناس بالنسبه لهم البنك يعني قرض مش حاجه ثانيه. بالظبط، هو البنك وسيط يعني. مثال بسيط جدا، لو حضرتك في مواطن حصلته كلها في نهايه السنه لقى معاه 10,000 جنيه. ال 10,000 جنيه دولت مصيرها حاجه من الثلاثه، اما هيصرفها هتفضل تحت ايده ويصرفها، او يحطها في البيت وتتعرض لتلف بشكل ما وهيبقى في مخاطره هنا هيصرفها برضه، او في واحد هيحتال عليه ويقول له اديني فلوسك ديت وانا اشغلها. تمام؟ صحيح. على الطرف الثاني في واحد مواطن بسيط عنده سوبر ماركت او بقاله محتاج ال 10,000 جنيه ديت عشان يجيب بضاعه يحطها في السوبر ماركت ده. طب مين الوسيط في كده؟ تخيل بقى لو في شمول مالي او المواطن الاول ده عنده حساب في البنك، هيروح يحط المبلغ ده في البنك، مش هيتعرض للاحتيال او للمخاطره. صحيح. فالبنك هياخد الفلوس ال 10,000 هيديله عائد اوان عليها، يحفظ قيمه راس ماله ده من التآكل نتيجه التضخم ويديله هامش ربح. صحيح. ماشي؟ في نفس الوقت ياخد الفلوس ديت يديها للمواطن التاني عشان يزود بيها المشروع او يكبر بيها المشروع بتاعه. اذا هنا خلينا برضو هنا نقول ان ارتباط كلمه الشمول المالي ارتباطها بالبنك غير خالص الشمول المصرفي. تمام. ده مختلف عن ده. نلخص كده الجزئيه دي للساده المشاهدين، ان الشمول المالي هو بيفيد المواطن سواء كان محدود الدخل او متوسط الدخل او غني، سواء كان هو شخص معنوي او شخص طبيعي او شركه يعني، ويشمل يعني العديد من الفئات بالعنايه بالمال في المقام الاول والاستفاده من المقام. استاذ عبد الرحمن، هو النظام المالي ليه 4 وظائف في المجتمع. اول حاجه الادخار، ان انت معاك فلوس عاوز تدخرها هتروح تعينها في مكان امن يحافظ لك على فلوسك. الحاجه الثانيه التمويل، ان هو يديك يمنحك قروض، لو انت عاوز تشتغل هيديك قروض. دي بالنسبه بقى للطبقات اللي احنا بنتكلم عنها، لكل الطبقات. ده دور
النظام المالي في اي مجتمع ان هو رقم واحد ادخار، اتنين اقتراض او تمويل، تلاتة التأمين، اربعة التحويلات. حضرتك مصر فيها 4600 قرية، عدد المغتربين الموجودين جوه مصر 6 مليون مغترب. تخيل 6 مليون مغترب هيحول فلوس ل 6 مليون واحد من اهله. كان الاول اللي بيحصل ايه؟ المغترب في القاهره وهو اهله في الصعيد عشان يبعت الفلوس اللي معاه يوصل اهله بيتكلف، لا اما هو مضطر يروح بنفسه او هيديها للسوبر جيت او بتاع البيجو. كلها طرق غير امنه طبعا، كلها طرق، وفي ممكن في مخاطره ان الفلوس ممكن ما تروحش، فهو بيفضل خايف. خلينا هنا برضو نقول على سيستم الرواتب. كنا زمان الراتب بيوصل من الوزاره للمديريه للاداره للمدرسه، فبيتم اقتطاع جزء منه كمصاريف. الوقت احنا في احتياج لده غير احتياج لده، يعني كله بيتم عن طريق التكنولوجيا. في حكايه مهمه هنا احكيها لحضرتك. في سيراليون في 2014 دول غرب افريقيا كان اصابها فيروس ايبولا. نتيجه الفيروس العمال بدأوا كمان سيراليون تحديدا حصل فيها المشاكل ديت، العمال بدأت تعمل اضرابات لان الرواتب ما بقتش توصل ليهم، فالعمال عملوا اضرابات، فده عمل مشكله كبيره في الدوله. فكانت احد الحلول او الحل اللي يعني زي ما بيسموه الاكتشاف اللي حصل في الوقت ده، ان هم عملوا تحويل الرواتب للعمال ديت عن طريق الهوادف. ليه؟ كان بيضطر واحد يروح يجيب الرواتب من بينتقل من مدينه لمدينه، يروح يلاقي الفلوس ناقصه اتسرقت خلاص هو ده الموجود، فده كان زود الامتعاض وزود الاضراب. فلما حصل تحويل الرواتب عن طريق الهاتف المشاكل دي كلها اتحلت. وبعدين كان الرواتب كل شهر بقت كل بتوصل للناس كل اسبوع، فهو قضى بشكل كبير جدا على الجزئيه ديت. الدوله استفادت من ده ايه؟ استفادت ان هي المجتمع الدولي يساعدها ان شبكه التليفون غطت 98% من مساحه الدوله. صحيح. تقريبا 90% من الناس بقى معاها هاتف محمول. فهي الدوله حقق نوع من التنميه. طبعا عشان تركب الشبكات المحمول ديت هتشغل ناس طبعا، فانت هتحد من البطاله. فده كان احد اهداف الشمول المالي. في اخر اجتماع لجمعيه المجموعه ال 20 كانوا حاطين اهداف للشمول المالي ان هي القضاء على الفقر، الاهداف الرئيسيه للشمول المالي القضاء على الفقر، تحسين مستوى المعيشه، الحد من البطاله. طب واكيد برضه يبقى في حد من اللي هو النوع اذا كان هم مثلا في تاثير بعت الفلوس مع حد ودى يعني حابب ينقل الفلوس او المرتب مثلا قلل المخاطره خلاص بطريقه امنه. بص المخاطره هنا انتهى. وكمان في حاجه الدوله بتستفاد هنا ان هي يعني العالم كله دلوقتي بيكافح غسيل الاموال، بيكافح الجريمه المنظمه، الارهاب، التمويلات اللي بتحصل للارهاب. لما يبقى في شمول مالي والحركه كلها متراقبه ومعروفه للدوله، مش هيحد بشكل كبير جدا من خطوره غسيل الاموال. طب خلينا هنا دكتور نسال سؤال ونقول هل فعلا الخطوه اللي قامت بها القياده السياسيه في مؤتمر 2019 الخاص بالشمول المالي الى اي درجه وصلت فيها بمحاور طبقت على ارض الواقع؟ اعزائي المشاهدين ده اللي احنا نعرفه من دكتور محمد، ولكن بعد الفصل. يلا تعالي يا معانا، انتي ما بترديش عليا ليه؟ انا ماشي. مرض فقدان السمع عند الاطفال ممكن نلحقه لو عملنا عمليه زرع القوقعه في سن صغير. مفيش صدقه اكتر من انك تسعد طفله واسرته وتخليه يرجع يسمع من تاني، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. I
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زال حديثنا عن الشمول المالي وتوجه القيادة السياسية في يعني جوانب الإصلاح الاقتصادي. وما زال معنا دكتور محمد، منورنا طبعا. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن المؤتمر اللي أقيم السنة اللي فاتت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كان فيه العديد من الأطروحات، منها الشمول المالي. فهل نجحت مصر فعلا في تطبيق الشمول المالي خلال الشهور الأخيرة، أو تطوير مفهوم الشمول المالي؟ وحضرتك أستاذ الرحمن، القيادة السياسية عندها توجه مش بس من السنة اللي فاتت. احنا بدأ البنك المركزي ياخد وينتهك سياسات لتطبيق الشمول المالي من 2013 وبدا يحس البنوك بس احنا عارفين الفتره اللي فاتت من 2013 كان في شويه مشاكل سياسيه موجوده على الارض فاتاخرت شويه، لكن السنه اللي فاتت حصل اكتر من تطور في قصه الشمول المالي او قضيه الشمول المالي. لو هنجي نبص هنلاقي تم تاسيس المجلس القومي للمدفوعات، وتم تاسيس المجلس الاعلى للامن السيبراني، وتم تأسيس المجلس الأعلى للتحول الرقمي، وتم إصدار قانون المدفوعات الإلكترونية. كمان شفنا في المؤتمر لما الرئيس كان بيحفز الناس اللي هم شغالين في الاقتصاد الموازي أو السوق الموازي إن هم تعالوا لنا في السوق الحقيقي، ويطالب من الحكومة والمؤسسات إنها تحاول تحتوي الناس ديت وتقدم لهم التسهيلات ويقدم لهم حوافز ضريبية عشان ينضموا للسوق الحقيقي. فالدولة خطط خطوات كبيرة جدا، والمميز هنا ان الدولة مش بتبدأ من الصفر، لا الدولة بتشوف احنا الدول العالم انتهت لفين وبنبدأ نكمل بعدهم. احنا عارفين ان احنا في العالم كله في مرحلة تطور رقمي او تحول رقمي. فلو جينا نبص مثلا في مصر، نجي نبص نلاقي البنك المركزي السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي مؤمن جدا بالتكنولوجيا المالية وبيشجع جدا على الموضوع ده. البنك المركزي عمل ايه؟ البنك المركزي لو نفتكر في 2016 لما حس البنوك على انشاء ادارات مستقله للمشروعات المتوسطه والصغيره، ما كانش في ادارات موجوده في البنوك. لما هو عمل الادارات ديت والزم البنوك بانشاء الادارات ديت، ومش كده وبس، ده الزم البنوك ان يبقى 20% من المحفظه الائتمانيه في البنك اللي موجهه للمشروعات المتوسطه الصغيره. النهارده الحصيله حسب تصريحات البنك المركزي 186 مليار جنيه من المحفظة الائتمانية في البنوك موجهة للمشروعات الصغيرة. هو عمل ايه؟ رجع تاني ألزم البنوك بإنشاء إدارات مستقلة لتطبيق الشمول المالي داخل البنوك. طيب احنا عارفين ان اي دولة لها زراعين، زراعة بيطبق السياسة المالية وزراعة بيطبق السياسة النقدية. السياسة المالية اللي بيطبقها المختص بيها وزارة المالية. هناك نبص وزارة المالية عملت ايه؟ صدر قانون المدفوعات ان هو خلال سنتين مش هيبقى في اي مدفوعات حكوميه كاش عن طريق النقود. حتى حاليا لو حضرتك روحت توجهت لاي مصلحه حكوميه وعاوز تسدد، لو اكتر من 500 جنيه وهتدفع كاش بتدفع غرامه. فده هيحس الناس انها تبدا تبص تتجه للبنوك. مش كل ما اروح اسدد هدفع غرامه. عملت مؤخرا اللي هو كارت ميزه ده، وانا اعتقد ان ده هيبقى وسيله سريعه جدا للوصول للشمول المالي. البنك المركزي وكمان قبل ما ننسى وزارة المالية دفعت 22,000 نقطة بيع في جميع المصالح الحكومية على مستوى مصر. البنك المركزي احنا عندنا في 88,000 ماكينة اللي هي ماكينات نقاط البيع الموجودة في المحلات والسوبر ماركت بس. فوري أمان. فهو طلب ان هم يزيدوا من البنوك ان هو يوصل في 100,000 ماكينة كمان خلال العام الجاري. تمام. يعني كده هنوصل اكتر من الضعف، هيبقى 188,000 ماكينه. ماكينات الاي تي ام، احنا في مصر تقريبا 6,500 ماكينه. البنك المركزي بيستهدف ان احنا نوصل ل 20,000 ماكينه، وبيراعي لاول مره التوزيع الجغرافي للماكينات ده. زي ما قلنا احنا في قرى كتيره جدا وفي نجوع، مش ممكن كل واحد عاوز يعمل حاجه هيضطر ان هو يروح المدينه او يروح عشان يسحب فلوس او يعمل ايداع للفلوس. هيوصل يعني البنك المركزي بيستهدف ان هو يعني هو بيطالب البنوك انها تتوسع في الفروع بتاعتها وكمان تتوسع في انتشار الماكينات الاي تي ام. فده هيسهل كتير جدا على الناس الاندماج وفهم قصه الشؤون المالي والدخول فيها بشكل سريع جدا ان شاء الله. دكتور عايزين نعرف ازاي نقدر نوعي الشعب، ازاي يعني يقدروا
او الفئات المستهدفه بنظام الشمول الالمالي؟ يعني ازاي هم يقدروا يتعاملوا معاه؟ ازاي يبداوا بيه؟ في ناس لغايه دلوقتي لسه عندهم الرهبه، مع انهم يعني سمعونا وشافونا النهارده، بس لسه من جواهم الرهبه، لسه مش عارفين يبتدوا خطوات ازاي، مش عارفين يتجهوا لفين. عايزين نعرف من حضرتك. في جزء كبير احنا عارفين نسبه الاميه في الشعب المصري عاليه. صحيح. شويه. ففي جزء كبير من الناس متخوف ان هو يروح، وبرضه دي مناشده مننا للمسؤولين في البنوك، حته الاوراق كتير عشان افتح حساب ديت، يعني خلاص ما يعني الزمن. صحيح. يعني احنا دلوقتي في مرحله تطور وبنتكلم عن ديجيتال والرقمنه وكده، فايه المانع ان احنا يبقى بدل ما يبقى في توقيع او بصمه، يبقى في بصمه العين، وده الخصائص البيومتريه ده اتاخدت في اماكن كتير جدا. صحيح. هتسهل كتير جدا، وهتدي الناس التشجيع، وهتقلل حته الخوف عنهم. يعني هو انا حد راجل كبير في السن ما بعرفش اقرا او اكتب، خايف اروح حد ينصب عليا. صحيح. تمام. وبرده من احتياطات التزوير، في ناس كتير بتاخد اوراق مش بتاعتها، او يحصل نوع من انواع التزوير او نوع من انواع الاحتيال في المناطق. بالظبط. احنا لو جينا نبص هنلاقي في كروت كتيره من كروت الائتمان او كده ممكن يتم استخدامها بعد وفاه الشخص اصلا. صحيح. بعدد من السنوات. فلما يبقى النهارده البصمه او بصمه العين هي الوسيله في ده، فده هيسهل كتير وهيدي الناس احساس الامان. كمان البنوك لازم يعني تبدا تستهدف الناس ديت، وتبدا تعمل تنشر الثقافه الماليه. صحيح. للناس. وانا اتمنى ان احنا نشوف في المناهج المصريه. انا خليني اضيف لك ان يمكن وزاره الشباب والرياضه بالاشتراك مع وزاره التعليم العالي، بالاشتراك مع البنك المركزي والعديد من الجهات الاقتصاديه، كانت عامله مبادره اسمها علشان بكره، تحت رعايه وزاره الشباب والتعليم العالي والعديد من البنوك، لتوسيع فكر الاستثمار المالي او التوعيه الماليه على الشباب. ويمكن تم تدريب اكثر من 5000 شاب على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فهنا برضو نقول ان شويه الدوله بدات يبقى في حراك توعوي في هذا الموضوع. طبعاً. لكن ينقصنا الكثير. طبعا ينقصنا الكثير، والاعلام عليه دور كبير جدا. طبعاً. في الموضوع ده فعلاً، لان قليل جدا لو نشوف برامج في الاعلام بتتكلم او بتحس الناس على الشمول المالي، او بتقول للناس روحوا الجاوا للبنوك. وبعدين في حاجه، يعني القصه ما عادتش قصه انك تروح البنك بس، انت النهارده في 90 مليون مصري معاهم تليفونات، فكل رقم تليفون ده هو بمثابه حساب. النهارده بعد المبادرات اللي حصلت من السنه اللي فاتت، وبعد قانون المدفوعات الالكترونيه اللي اصدره البنك المركزي، في اتاسس 9 مليون محفظه على الهواتف في المحافظ الالكترونيه. كل دي. صحيح. وسائل دفع وتسهيل على الناس، لكن احنا طبعا ينقصنا كتير. احنا لسه لحد النهارده نسبتنا في الشمول المالي 23%. عدد الناس اللي عندها حسابات كان في 2011 في مصر كانوا 11% من المصريين فقط هم اللي عندهم حسابات بنكيه. النهارده احنا بنتكلم في من 14 ل 16%. نسبتنا في مؤشر شمول المال العالمي من 20 ل 23%، فاحنا لسه بعيد جدا. في دول افريقيه اقل مننا بكتير جدا، وصل ل 60%. الدول العربيه رفعت، بقت بعيده عننا. وبعدين مصر تمتلك الامكانيات انها تعمل ده، وعندها الرغبه انها تعمل ده. طبعا. خصوصا ان في برضه بيحصل زحام كبير جدا، يعني حتى في الجامعات في المدارس بيحصل زحام كبير جدا لاستلام الكتب، في دفع المصروفات. لو حصل الموضوع ده بالموبايل بس، انت تخلص الموضوع كله وتدفع المصروفات بتاعتك تروح تستلم الكتب. هيسهل كتير. هيسهل كتير جدا. طب دكتور خلينا نقول بقى الرساله اخيره بتوجهها للساده المشاهدين. والله بقول للناس ما تخافش، يعني البنوك مش معموله عشان تاخد فلوسك، او الدوله مش عاوزه تاخد فلوسك عشان تدفعك ضرايب ولا حاجه. النقطه دي في نقطه مهمه جدا طبعا لازم نتكلم فيها ونقول الناس عليها. هو انت لما تدفع ضرايب، الضرايب دي اكيد هتعود عليك انت بالنفس. صحيح. يعني ده حق الدوله، يعني انت الدوله الضرايب دي هتعود عليك في شكل خدمه، خدمات صحيه اللي كنا بنقول ان احنا عندنا خدمات صحيه مش. صحيح. على المستوى خدمات تعليم. فالضرايب شيء مهم جدا للدوله. نتمنى الناس انها تروح وتفتح حسابات في البنوك، وتعامل شمول مالي مفيد للشعب ومفيد لتنمية الدولة إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله نتمنى أن حضرتك تكون متواجد معنا في سلسلة لقاءات أخرى علشان نوعي الناس ونوسع نطاق الفكر التوعية المالية. فدكتور محمد عبد الوهاب المستشار المالي والخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا زي عبد الرحمن. شكرا. تشرفت بحضرتك. شكرا زي شكرا ليك. ميرسي جدا على وقت حضرتك، واستفدنا احنا، يعني احنا نفسنا استفدنا بصراحه حاجات كتير جدا. شكرا لكم جدا، وان شاء الله نتمنى نكون افدنا الناس، وان شاء الله نتمنى نشوفكم في حلقات ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا ليك. شكرا اعزائي المشاهدين، دي كانت
كانت المحاور اللي احنا طرحناها على ساحة النقاش النهاردة. إن شاء الله خلال الحلقات القادمة هنطرح العديد من الموضوعات الهامة اللي بتهم كل المجتمع المصري. خلينا قبل ما اختم الحلقة أشكر كل فريق العمل خلف الكاميرات، طبعا أستاذنا المخرج الكبير أستاذ محمد الكيلاني، أستاذ عبد الله الشريف، أستاذ عبد الحميد توفيق، كل الجنود المجهولة المتواجدة خلف الكاميرات. انتظرونا إن شاء الله الحلقة القادمة في نفس الموعد. دمتم في أمان الله. تحياتي عبد الرحمن سالم.